افضل مثال كان نظام وكان مستوى اداء وكسكيلز عالية بتاعت لسه كنا بنتكلم عن سكيلز عالية بتاعت الاولاد اكتر من السنه اللي فاتت بكتير يعني. والكومبيتيشن حتى الفرق قريبه من بعضها يعني. الفرق السنه اللي كده كنت تلاقي لا في فرقه فرقه دلوقتي لا بيختار الاول والثاني او الفرقتين الاولين بالعافيه لان المستويات ابتدت في كومبيتيشن عالي. طب حضرتك شايف ايه اللي ممكن نقدر نفيده او نزوده السنه الجايه ان شاء الله؟ والله السنة الجاية عايزة انه العدد طبعا هو كويس، العدد كل ما بيكتر كل ما يبقى كويس، لكن محتاجين نعمل نوع من انواع الستاندرزيشن للليفل الناس هناخدهم ازاي؟ مش بس الجامعة اسم الجامعة وبس، لا مش بس فرقة من كل جامعة، لا لازم يبقى في نوع من انواع الايه؟ الستاندر عشان الناس تخش، لان في فرق يعني الكومبيتيشن صعب عليها جدا، فبتبذل مجهود جامد لكن في النهاية بيبقى معروف من البداية انها مش هتوصل للنتيجة. فحاجات زي كده محتاجه ان احنا على الاقل يبقى ننصحهم، طب لازم تاخدوا ادفايزر من هنا، لازم يبقى عندكم منتور من هنا، زي مثلا جامعه الاقليم، مش عايز اقول اسماء عشان ما حدش يزعل، لكن ده فعلا مطلوب ان هم يبقى في مجموعه منهم تتقال لها، المنتور يبقى الفلاني اللي يبقى عندكم استاذ يراقبكم يبص لكم، دي مهمه قوي.